السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ اخباركم ايه حبايبي؟ النهاردة هنعمل مع بعض الزلابية بطريقة سهلة وبسيطة واول مرة تجربوها. ده اللي في الطبق 3 كوبايات الا ربع من الدقيق، وده ربع سميد بسبوسة، ويا ريت تجيبوه ناعم مش خشن، وربع برضو كوباية من النشا، وهنا هنقلبهم بس مع بعض. هنحط السكر بتاعنا، دي معلقة سكر، هنقلبها برضو، وهناخد رشة ملح. شايفين قد ايه؟ رشة بس صغيرة. بسم الله. هنقلب الدقيق والحاجة كلها مع بعض، هنجيب ربع كوباية زيت، ده زيت نباتي عادي، يعني يفضل الزيت احسن من السمن فيها. هنفرك كده زي ما بتفركي ايه الكعك، يعني ايه هنمسك كده، ايوه، ونفركه، عايزينها تبقى ايه كلها حبات زي حبات الرمل بالظبط. دلوقتي بعد ما فركت كل حباته بقت زي الرمل كده كلها مع بعض، هجيب معلقة من الخميرة، هجيب 3/4 كوباية لبن دافي، وكوبايتين من المية، دي تاني كوباية، هنقلبهم بالمضرب. عايزين كل الخليط بتاعنا يبقى متجانس مع بعضه مش مكتل. عشان نديها تقريبا من تلت ساعة لنص ساعة بالظبط في التخمير بتاعها. هنغطيها بالبلاستيك الغذائي، بلاستيك فيلم، وهسيبها تخمر زي ما قلت لكم تلت ساعة، هيتضاعف حجمها وهيرتفع. حبايبي سبتها انا تلت ساعة خمرت ما شاء الله، هنشيل البلاستيك بس. بصوا اهي، شايفين الخمر بتاعها؟ بصوا تقيلة ازاي، انا عايزاها كده تبقى تقيلة. هنلمها بقى وايه، هنقليها مع بعض في الزيت، وفي تكاية صغيرة هنعملها مع بعض عشان تبقى ناجحة زي بتاعت المحلات بالظبط، واحلى وانضف طبعا عشانها معمولة بايديكي ونفسك. حبايبي دلوقتي انا هحط الزيت بتاعي، دلوقتي حبايبي انا هحط المعلقة كده زي ما انتوا شايفين في الزيت، هقرب بس ال واحطها. بصوا هتتاخد ايه بالمعلقة، احاول اقرب بسرعة وانزلها بايه بطرف ايدي اهو. هنعمل كام واحدة وبعد كده نخلص المقدار ونطلعها ايه مع بعض. هي سهلة، بتتعمل سهلة جدا، تنزل على طول في الزيت اهو. هنزلها، اهم حاجة الزيت يبقى غزير بتاعكم. بعد ما شكلتها انا هسيبها باللون ده وهنشيلها من الزيت، هنشيلها هسيبها يعني هشيلها من الزيت علشان هرجعها تاني عشان تفضل مقرمشة، وده السر في قرمشة الزلابية بتاعتنا. بصوا ازاي، انا دلوقتي اهو جهزت مصفى وعليها مناديل مطبخ، واحطها كده
شايفين هي لونها ايه، انا عايزاها بس انها تبقى عامله البول بتاعها تاخد الشكل الطبيعي بتاع الزلابيه، وهنرجعها تاني بعد ما اخلص المقدار كله. بصوا انا قليتها اهي وسبتها، بصوا عايزينها باللون ده. هنسخن النار تاني وهنرجعها، بسم الله، هنرجعها تتقلي تاني لغايه ما تاخد اللون اللي هو الذهبي المقلش. تمام كده، احنا عايزينها كده. وانا مجهزه شربات من قبل رمضان بكام يوم، شربات تقيل طبعا مش خفيف. وايه، وهننزل الزلابيه بتاعتنا فيها اهو كده، ونقلب فيها بقى. نفضل نقلبها كده من وقت للتاني، عايزينها تاخد اللون بتاعها. هي بردت طبعا، فاحنا هنرجعها تاني، فمش هتشرب ايه زيت. اهم حاجه الحركه دي، خليكوا ايه شايفين الزيت غزير، زيت كتير مش زيت قليل، عشان تتحمر تحمي تاخد وش حلو قوي. بصوا كمان الشربات انا عامله ازاي، عايزينه تقيل. دلوقتي انا هحطها في الشربات، طلعها من هنا هحطها في الشربات على طول. دلوقتي انا خلصت الزلابيه بتاعتي، جبت لوز مطحون وهي هحط عليها كده لوز وجوز هند مطحونين بس، وهنقدمها بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا.